العالمي للتدخين كنبغي نوجه واحد الرساله للناس اللي كيدخنوا بزاف. كنبغي نقول لهم بانه التدخين هو مضر قبل ما يكون مضر الجيب هو مضر الصحه، لان بنادم كيدخن يعني كيخسر اموال ديالو في شي حاجه خاويه. وبالنسبه للشباب، الشباب اللي 18 عام 17 عام حتى اقل كاع من ذلك كيبدا بالتدخين. التدخين وكاين انواع ديال التدخين، يعني كيدخن مثلا سيجاره، كيدخن مثلا السيجاره ملففه، يعني بزاف ديال المواضيع مخدرات. بالنسبه للمخدرات يعني كل ما كنصح الشباب انهم ما يمشوش في الطريق. انا دوزت هذا الشيء ولكن ما فيه والو، راه مهلك الجيب ومهلك الصحه، يعني الصحه راه كتمشي بصفه نهائيه. كنبغي نوجه لهم هذه النصيحه هذه، وكنتمنى انهم يتقبلوها مني، لانني حتى انا دوزت هذيك الطريق راه ما منها والو. يعني بنادم كيوصل لواحد السن معين تقريبا فوق 50 سنه 60 سنه صافي كيمشي ليه الكارير ديالو، صافي كيحس براسو راه ولا عنده اكثر من هذاك بالنسبه للوجه. وهنايا كيتدخل وقلنا في كيزاغو حتى اللي شافك من بعيد تيدي لك نظره خايبه قبل ما يوصل عندك كيعرفك راك كتكمل. كاين الاثار كيخليها على الصباع، وحتى يعني حتى الرجال امشي عارفوك انك مدخن يعني بروفيسيون من الصباع ومن كنتمنى يا ربي تهدي الشباب وتعفو عليهم من هذا النهار هذا من هذا المنبر هذا صراحه. حنا اليوم العالمي ديال التدخين، حنا كنطلبوا الله تبارك وتعالى على الشباب باش يعطوا الاتساع كاع المخدرات في الكارو ولا في جميع المخدرات اللي هي كضر الصحه ديالهم. وكنطلب الله تبارك وتعالى الملك ديالنا الله ينصرو، وكنطلب الله تبارك وتعالى هاد المرض يهزو علينا باش بنادم يخرج ويسافر ويمشي فيما بغاه. هاد الشيء اللي كنطلب من عند سيدي ربي تبارك وتعالى، والله ينصر سيدنا. التدخين هو آفة وكيضر الصحة ديال المواطنين، وكندعو ان جميع الشباب باش يحاولوا يقاطعوا، لانه هو من الامراض اللي من المشاكل اللي كينتج عليها الامراض الصحيه ديال المواطن، وكتعطي واحد الوتيره كبيره ديال الوفيات. وكان من هذه القناه ديالكم كنطلب ممكن على ان حتى المرسوم التطبيقي ديال منع التدخين يصدر، لانه تعطل بزاف هذه 20 عام. وكنتمنى من الله على انه الانسان يوعى بالخطوره ديال التدخين ويخرج هذا المرسوم التطبيقي خاصه في الاماكن العامه. بمناسبه اليوم العالمي للتدخين كنحاولوا ننصحوا الشباب بانهم يتباعدوا على التدخين لانه مضر الصحه، وحتى الثمن ديالو وداك الشيء كي اضرار حتى ماديه واضرار معنويه. وكنحاولوا نقولوا لهم زعما يبتعدوا على التدخين ويديروا الرياضه. الحمد لله ما عمري دخنت ولا شي حاجه، الحمد لله بخير صحتي الحمد لله. لونطريما الدار كننبه كاع الدراري كبار صغار رجال مساكن، حيدوا الكار وحيدوا حشوة مدر بالصحه. عندك كتخسر الفلوس، عندك الرئاس كيمشيو لك شوف صحتك غتهلكها. حيدوا الكار راه ما منه والو، فلوس راه كتبقاو تخسروا فيهم. سيروا شدوا ماكله لقص لونطريما الدار. الصلاه ضروري، كنبهكم الصلاه شاودني منكم الصلاه وصافي. كنا بعدا الحمد لله انا حيد كار وكنحس بنفسي بخير. عشتريني تما الحمد لله لونطريما الصالات كنمشيو محايدين الكار ومحايدين اي حاجه ديال البليه ما عندناش معاه، كنمشيوش مع صحاب البليه وكنقول لهم الله يهديكم وصافي. الله يهدي الشباب وصافي. الدراري كنتمناو الدراري اللي مبليين حاولوا يحيدوا البليه، حيت البليه مش ادى الضرر بالجسم والصحه ما مزيانش. انتم كما كتلاحظوا كيبقاو في الدراري ولا الدربنا كنشوفهم كيضيعوا فابو حشومه بنادم يضيع على قبل يولي كيكمع على قبل والو. كن بنادم بالرياضه احسن شي حاجه شي لونطريمون شي هوايه دارهم باللي تدخين مضر بالصحه ومضر بالصحه وبالجيب ولا كيشم فيك ريحه الكار حشومه. كاين التدخين مضر بالصحه، كنصح الدراري الشباب اللي قدي الناس كبار كلشي كار وغير لائق، حيت بزاف الناس كيدخنوا وما عارفينش دابا العواقب ديال التدخين. حيت كاين دابا فهمتي كاين دابا الناس بزاف كيديروا التشي ديال التدخين وهادي وما عارفينش من الاضرار ديالو، وفي واحد المواد بحال النيكوتين بحال القطران بحال فهمتي. الناس خاصهم يتجنبوا هاد الشيء ديال التدخين فهمتي، ونطلبوا الله ينقص هاد الشيء ديال التدخين. الناس ما يبقاوش يدخنوا بزاف، يقلوا من التدخين. لا ما كنكميش انا. لا سيجاريت ني با بون بلا سانتي، لا سيجاريت فو لا اريتي باسكو كان دي فيم لا سيجاريت سا دون لو كانسير دو بومون
Voilà, et puis la cigarette détruit la vie. Donc le conseil que moi je peux donner à tout le monde, à tous les jeunes, il faudrait qu'ils arrêtent la cigarette. Parce que la cigarette, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, la cigarette, ça détruit la vie et ça détruit le poumon. Aujourd'hui, la fête par la cigarette, donc il faudrait qu'on arrête de fumer complètement. Voilà, parce que quand on dit la fête, on arrête complètement. La cigarette, on arrête complètement.